بالأرقام والتجربة خلال 10 سنين صحة المصريين الملف رقم واحد في اهتمامات الدولة لمواطنيها بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي. أرجع تاني أقول إن إحنا كان حلينا مسائل كتير بالمبادرات، مبادرة 100 مليون صحة اللي تكلموا عليها، مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها، دي كلها استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها تحطنا في حتة تانية خالص. وخلينا أقول لكم القائم الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي، أنا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيها دي الكلمة. لما عرض الموضوع دوت قلنا لا، إحنا هنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم انتظار. كان العدد اللي طرح ساعتها عدد ما كانش كتير. النهاردة بعد تقريبا 3-4 سنين وصل العدد اللي إحنا حققناه. أنا أتصور إن في دول كتير أكثر تقدما وأكثر قدرة اقتصادية مننا ما قدرتش تعمل ده. خلال العشر سنين اللي فاتت تطور كبير جدا في القطاع الصحي، بدايتها كانت من دستور 2014 اللي في مواده كان فيه اعتراف صريح بانه لازم الدولة تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي للانفاق على ملف الصحة، بالاضافة لنص اخر بيؤكد ان لكل مواطن الحق في الصحة. والمناسبة في الموازنة اللي هيبدأ تطبيقها ان شاء الله من اول يوليو اللي جاي، موازنة 2023-2024، مخصصات الصحة بتوصل ل 397 مليار جنيه بزيادة 92 مليار جنيه ونصف المليار عن الموازنة الحالية، زيادة نسبتها حوالي 30%، وهنا النسبة الدستورية هتبقى محققة إن شاء الله. أكيد ده ينعكس على مشروعات القطاع الصحي في مصر من سنة 2014 ولحد دلوقتي، في نقلة كبيرة جدا جدا من حيث الخدمات المقدمة للمواطن. خلينا نناقشها معاكم بشكل عام، وكمان على مدار الايام اللي جايه نتعمق في كل قطاع على حده. هنبدا بملف المبادرات الصحيه في مصر. في العشر سنين دول كان في مبادرات او شاهدنا مبادرات ما حصلتش قبل كده في تاريخنا على مدار السنوات اللي فاتت على التاريخ الصحي في مصر. مبادرات صحيه بقى ضد امراض التهاب الكبد الوبائي، الدرن، البلهارسيا، كمان الامراض المزمنه غير الساريه، سواء طبعا امراض القلب والسكر والفشل الكلوي، سواء كمان للكبار من المواطنين او حتى طلاب المدارس، وصولا لمبادرات خاصه جدا بصحه المراه المصريه. ملف تاني هو القضاء على قوائم الانتظار، وتحديدا في شهر يوليو 2018 تم اطلاق مبادره رئاسيه للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحيه. اكيد غالبيتنا عارف انه كان محتاج عمليه ممكن يقعد سنين على قوائم الانتظار بيستنى دوره عشان يعمل العمليه، عشان نوصل في مارس 2023 ويكون تم إجراء أكتر من 1,576,000 عملية جراحية اللي كانت موجودة على قوائم الانتظار، وكمان العمليات دي كانت في 11 تخصص طبي بتكلفة وصلت ل 17 مليار جنيه. هنا ده مش بس إنجاز لقطاع الصحة زي ما قلت لكم من شوية، الموضوع غاية في الأهمية، غاية إن هو الناس كانت بتعاني سنين طويلة عشان لو قاعد على قائمة الانتظار منتظر دوره في العمليات، لكن القطاع ده اتصرف عليه كتير وكان فيه شغل كتير جدا جدا جدا، زي ما قلنا وصل ل 17 مليار جنيه اتصرفوا على ملف العمليات اللي هي قوائم الانتظار خلال الفتره اللي فاتت، وزي ما قلنا اتعمل عدد كبير جدا 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 جدا. لاجل نخفف على اهلنا، كنت متالم من الفيروس سي وموجوع منه كمصري بيتالم لاهله وناسه، فلقيت في فرصة فجرينا نعملها عشان نخفف عن كل مصري ونطمن كل مصري. ثم دخلنا على الأمراض التانية، قلنا بالمرة نقول لهم السكر والضغط يعني والسمنة أخبارها إيه عندكم، وإحنا بنعمل ده قوائم الانتظار اللي تصدينا ليها كانت 18 ألف، فكان تقريبا 6 خالصين خلال سنة وشوية فاتوا. فعملنا دراسة، يا جماعة
ما ناخد ال 12 دول يكلفونا كام؟ ساعتها اتقال 225 230 مليون جنيه لعلاجهم. ملف تاني، القضاء على قوائم الانتظار. في شهر يوليو 2018 تم اطلاق مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية. غالبيتنا عارف انه كان اللي بيحتاج عملية ممكن يقعد سنين على هذه القوائم منتظر دوره عشان يعمل العملية، لكن وصلنا في مارس 2023 تم إجراء أكثر من 1,576,000 عملية جراحية في 11 تخصص طبي بتكلفة وصلت ل 17 مليار جنيه. وده مش بس إنجاز في العمليات الجراحية، لا ده حصل اختصار لمسألة الانتظار. تخيلوا من كام؟ من 400 يوم انتظار إلى 17 يوم فقط. من أيام قليلة كمان وزارة الصحة أعادت إطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، واللي هتفضل شغالة المرة دي لمدة 100 يوم، وأكيد بتستهدف ملايين المواطنين المصريين في كل محافظات الجمهورية. المبادرة دي هتلف القرى والنجوع في مصر، وهتبقى موجودة في 700 مستشفى على مستوى الجمهورية. بتضم مبادرات متعلقة بصحة المرأة وصحة الجنين، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كمان الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال. كل ده بيأكد اهتمام الدولة المصرية الجديدة بمواطنيها بعد سنوات طويلة عانينا فيها من الإهمال الصحي. لكن كل هذه الأمور تغيرت في الدولة المصرية الجديدة، وتطوير القطاع الصحي في 10 سنوات تطوير عشناه مستمر، مبادرات مستمرة ومتعددة من أجل صحة المواطن المصري. لحد هنا انتهت نشرتنا الخاصة بتطوير القطاع الصحي في آخر 10 سنوات، وانتظرونا في نشرات أخرى والحديث عن المكاسب والمزايا اللي الشعب المصري بالقطاعات المختلفة بتطور كبير جدا جدا في القطاع الصحي وغيره من القطاعات. شكرا جزيلا لكم.